لولا مرضي لكنت مثل أقراني أبحث عن لقمة عيش في أي مكان، إلا أني مريض بفشل كلوي مزمن منذ المرحلة الإعدادية، وتيبس بعظام الكتف الأيسر، إلا أني تحديت الظروف وحصلت على بكالوريوس في العلوم الزراعية قسم تكنولوجيا وعلوم أغذية بتقدير جيد جدا، فاتجهت للسادة المسؤولين لتوفير فرص أو فرصة عمل مناسبة، فأخبروني بأنهم ليس لديهم صلاحية لتعييني في العمل الحكومي، حتى العمل الخاص لن يقبلني بسبب جلسات الغسيل الكلوي، برغم أنني أغسل ليلا ولا يؤثر على عملي نهارا. حتى المسؤولين في محافظة سوهاج كان لهم رد شديد اللهجة وتعنيف: ابحث عن عمل بنفسك، برغم أنني من ذوي الإعاقة، أنا لا أتعلل بمرضي ولا أجعل منه حجة، بل أنا نموذج، نموذج برغم الآلام وضعف الطاقة، نجحت فيما فشل فيه الأصحاء، وعند استغراق شهادة التأهيل رفضوني، رفضوني بحجة أنني لست معاقا. والسؤال: أليس الفشل الكلوي والتيبس إعاقة؟ أنا تعلمت وجاهدت حتى أحصل على هذه الشهادة، ومعي 3 أولاد وزوجة، زوجتي مهندسة فلزات، نحن الاثنان لا نعمل، أخشى الموت، أخشى الموت وأنا محمل بالديون، فمن سيسددها بعدي؟ فأرجو من سيادتكم التكرم، التكرم والنظر بعين الرحمة، كما نادى السيد الرئيس: إنسانيتي، إنسانيتي أهم من وظيفتي. مهندس حجازي، السيد حجازي، رقم قومي 26-020-12، سوهاج، جهينة، تليفون 011-40-26-70-83. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عذرا، دي رسالة من الرسائل اللي وصلتني طوال الأسبوع الماضي، وطوال الأسبوع الماضي كمية الرسائل رهيبة من السادة المشاهدين على صفحة الإعلامي فهمي سرحان، وإن كنت أشكر السادة المشاهدين على الثقة الغالية، إلا أنني حزين من كمية الشكاوي، وأتمنى من السادة المسؤولين أنه يراعوا واحد زي المهندس حجازي، اللي الراجل تعب حتى حصل على شهادة وعلى جيد جدا، وزوجته أيضا معاه شهادة، والاتنين لا يجدون عمل. فإحنا بنكلم وزارة التضامن الاجتماعي مشكورة، والدكتورة نيفين القباج هي أم الإنسانية كلها، ومعايا رقم التليفون ومعايا الحال. ايضا في شكوى من اهالي كفر حسين وكفر سحمية وقرية شرباز مركز زفتة غربية، لم يتم رصف الطريق بين القرى، بالرغم ان شركة الصرف الصحي دفع لمجلس المدينة 350 الف جنيه لرصف الشوارع التي تم حفرها اثناء توصيل الصرف الصحي. يعني اذا الصرف الصحي لما حفر في القرية طبعا أفسد الطريق، فعشان يعيد رصفه الصرف الصحي تحمل 350 ألف جنيه. والسؤال: الفلوس راحت فين؟ ال 350 ألف جنيه أهالي كفر حسين وكفر السحيمة وقرية شرباس مركز زفتة غربية بيقولوا فلوس الرصف راحت فين؟ والطرق اللي بين هذه القرى لم يتم رصفها حتى الآن. هما كلموني على مشكلة المستشفى وقالوا إن مشكلة المستشفى ما تتكلمش فيها لأن في طريقها للحل. أيضا من الشكاوى اللي وصلتنا مشكلة قانون المعوقين. كلمنا في مشكلة قانون المعوقين ده حلقات كثيرة، إن السيد الرئيس مشكورا أصدر قانون لذوي الإعاقة بحق ذوي الإعاقة 5% في أي وظيفة حكومية وفي أي وزارة، يعني ده حق
كفله الدستور والقانون وصدى عليه مجلس النواب. ومجلس النواب امبارح مطلع ان في 14 يعني خدمه هيحصل منها 5 جنيهات، ال5 جنيهات هتروح لذوي الاعاقه. طيب ذوي الاعاقه اساسا قانونهم ما تفعلش، ومجلس النواب ما طالبش الوزارات ان هي يعني تفعل. استاذ حمدي معانا، اتفضل. أهلا يا أستاذة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا أستاذ. وطي التلفزيون أنا شوية. أنا حمدي من الشرقية. أهلا يا أستاذ حمدي، اتفضل يا أستاذ حمدي. أنا دلوقتي أنا عندي شكوى للتأمينات والمعاشات. طيب حضرتك وطي التلفزيون شوية واتفضل. حاضر يا باشا. وطي يا محمود، وطي. أنا طالع معاش من 30/10. كنت شغال في ديوان عام المحافظة. وخادم 36 سنة. لغايه النهارده ما صرفتش معاش ولا جنيه. رحت المعاشات كل يوم، اروح المعاشات يقولوا لي بكره بعد بكره. النهارده لسه جاي من المعاشات، بيقولوا لي ده رئيس الجمهوريه عارف والوزير عارفه والوزير عارف ان السيستم حدانا واقع، مفيش شغل. يعني شهر 10 و11 و12 السيستم واقف عليهم. انا طالع معاش من شهر 10، اصرف منين؟ حضرتك اتوجه لوزارة التضامن الدكتورة نيفين القباج، قلنا في العجوزة خلف مستشفى الشرطة. أي مكان مش هيحل، الوزارة هتحل وهتلاقوا إن شاء الله يعني حل المشكلة. شكرا أستاذ حمدي. فبالنسبة لقانون المعاقين، يعني أنا جات لي رسالة من 15 مليون معاق. طبعا منسق المعاقين والأستاذ محمد سعيد عمارة من الشرقية بيقول لحد الآن إحنا بنشحت حقوقنا. ويمكن الدكتور حجازي اللي احنا اتكلمنا في مقدمة الحلقة، الراجل عنده فشل كلوي وتيبس ومش راضين يعترف ان هو معاق اصلا، ولا لاقي وظيفة وعليه ديون وخايف الراجل انه يموت وما سددش الديون. فاحنا هنخاطب مين؟ بنخاطب السيد رئيس مجلس الوزراء. لابد من مخاطبة الوزراء او الوزارات بقانون المعاشات، بقانون المعوقين اللي اصدره السيد الرئيس، حتى تسند كل وزاره انها تعين 5%. الاستاذ محمد من حلوان، اتفضل. ايوه حضرتك، بالنسبه دلوقتي انا معايا بتاع التأمين واقفه، وبيقولوا لي انت محظوظ الدخل، وانا ما فيش، بيقولوا وبعدين رحت عملت شكوى قالوا لي الكهرباء، انا ما عنديش غير عداد واحد وجايب منه وجايب جواب لاني ما عنديش كهرباء كتير، وما فيش بتاعه التموين وهي دي نافعاني. طب حضرتك انت عملت تظلم، حضرتك عملت تظلم في عين حلوان؟ عملت تظلم حضرتك مرتين في عين مرتين. هو على العموم يا استاذ محمد، في ناس رجعوا الشهر ده عملوا تظلم، وفي ناس هترجع ان شاء الله الشهر الجاي، لان اي حد جاب مستند، هذا المستند بيثبت ان هو ما بيستهلكش كهرباء اقل من 1000 جنيه، طبعا بيتحل المشكله. وحضرتك تابع حضرتك معانا، انا دايخ بقالي 3 شهور محدش مديني حل. طب حضرتك هترجع تاني يعني الزلزال عندكم في حلوان لمكتب التموين، ولو محدش اداك حل حضرتك انا هخاطب السيد وزير التموين شخصيا على الرقم الخاص بيه. شكرا حضرتك. انا رحت مكتب التموين، ما هو بيكلمني، انا رحت مكتب التموين بيقول لي روح ال بتاعت الجيش دي الانتاج الحربي، ما اروح الانتاج الحربي يقول لي روح مكتب التموين، يعني بقالي 3 شهور. طب حضرتك هتسيب التليفون في الكنترول، واخد بال حضرتك، وانا اتابع مع وزير التموين. شكرا. برضو جالي 15 رساله متنوعه، يعني انا والله ما اعرف مين الناس اللي بتبعتها، بس بتبعت لي على الخاص. في مليون مصري مصاب بفيروس سي وتعالج، ولكن جسمه بيدي حاجة اسمها المضادات للفيروس. هما الناس بيقولوا المضادات دي وليست معدية ولا تضر، ده بالعكس، ده هي بتدي قوة للمناعة لو الفيروس جه تاني تهاجمه. المشكلة ان هما محرومين من السفر، يعني هما متعاقدين في الكويت وفي الدول العربية والدول الأجنبية وفاتحين بيوت، فطبعا المشكلة ديت منعتهم من السفر، برغم ان في دول يعني اعتمدت البي سي ار، والبي سي ار يعني ان هم يسافروا وهم محملين بالمضادات او المكسرات. استاذ هشام اتفضل.
ازيك يا استاذ فاهم؟ عامل ايه يا باشا؟ ازيك يا استاذ هشام؟ عامل ايه؟ والله الحمد لله تمام يا استاذ فاهم. بالنسبه بخصوص كفر السحمية تبع مركز زفت غربي انا لسه قرية والله شرشابة، والله لسه اول الحلقه قلت الموضوع لحضرتك، عاوز تكمل حاجه اتفضل. يعني بص حضرتك، هو اوريدي مجلس المدينه واخد شيك بقيمه 350,000 لاعاده الرصف. تمام. فاحنا يعني احنا دلوقتي عاوزين الموضوع بأسرع وقت يا أستاذ فهمي، وعندنا الطرق عندنا بايظة خالص، يعني جوه القرية نفسها بايظة. لما بيجي الشتاء المية بتنزل في أماكن وبتغرق البيوت، فعاوزين الطرق بتاعت اللي هو داخل البلد ينزلوا لنا جليدر ويظبط لنا البلد، والله تمام؟ وعندنا مشكلة كبيرة للشباب اللي هي تبع الرياضة، اتفضل. ما عندناش ملعب. ملعب عندكم مركز شباب من غير ملعب؟ عندنا مركز شباب بدون ملعب يعني ازاي ده؟ احنا في القرن 22 يعني، يعني المفروض دلوقتي. احنا كنا الشباب بيلعبوا كورة وكانوا بيتدربوا، النهاردة ما عادش عندنا ناشئين يتدربوا كورة في قلب البلد بسبب الملعب. طب احنا بنخاطب الشباب والرياضة. احنا قلنا حضرتك قول القرية تاني والمحافظة، عشان احنا قلنا قرية شرناب، قلنا مركز غربية. طيب احنا يعني بنخاطب السيد محافظ الغربية يشوف مشكلة قرية شرناب محافظة الغربية. شكرا. فبالنسبة بنكمل المليون اللي بعتوه لي طوال الأسابيع اللي فاتت عن مشكلتهم، إن هم ممنوعين من السفر بسبب عدم الاعتراف بتحليل بي سي آر. فاحنا بنخاطب وزارة الصحة، إذا كانت الدول كلها اعترفت بهذا التحليل ليه مصر ما بتعترفش؟ برغم ان كان فيه اجتماع يعني بقاله يومين عن هذه المشكله في مجلس التعاون العربي. اهالي قريه الخناسه شرق والخناسه غرب، والله اسماء جميله، يعني اول مره يعني اتعرف عليها من رسائل. غرب مركز المنشاه محافظه سوهاج. استاذه منى معانا، اتفضلي. استاذه منى. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت كان عندي شكوى بالنسبه للتامينات او المعاشات. اتفضل. انا ليا سنين تامينات 21 سنه وشهرين، بس منهم 16 سنه ونص فعليه والباقي شراء. المهم ان انا رحت قدمت على المعاش وكده، قال لي ما ينفعش معاش من 3 سنين. فقدمت ان انا ممكن يعني اسحب الفلوس، قالوا ما ينفعش دلوقتي القوانين الجديده، ما ينفعش اسحب المعاش غير عمري 60 سنه. وانا حاليا دلوقتي عمري 50 سنه. فدلوقتي ال 21 سنه دول مركونين دلوقتي في التامينات. الحل ايه؟ ولا عارفه اعمل معاش ولا عارفه اسحب الفلوس. طب حضرتك مشكله المعاش، والله انا كلمت مع الدكتوره نفين قباج تليفونيا. اي مشكله معاش هي وزاره التضامن الاجتماعي، حضرتك قلناها في العجوزه خلف مستشفى الشرطه، هي اللي هتحل لك المشكله. ما هو حضرتك حتى لو من اي محافظة تنزلي يوم لوزارة التضامن الاجتماعي في العجوزة عشان المشكلة تتحل. شكرا لحضرتك. معانا الاستاذ هشام. ازيك يا فندم؟ بقول لحضرتك اتفضل. المشكلة الاهم اللي هي كبيرة جدا، ان احنا عندنا طريق ماسك 3 قرى، الطريق ده بدون انارة، تمام؟ وفي مسافة 500 متر عاوزة تتردم من الترعة، ولغاية النهاردة محدش راضي يردمها ولا احط لها طريق. لو بنت ماشيه ممكن تختصف فيه او اي حد ممكن يحصل اي مشكله فيه بسبب الاناره. هو يعني الوحده المحليه فين يا استاذ هشام؟ ما ده دور مركز المحليات. المدينه، مركز مدينه زفته، مركز مدينه زفته، وحده محليه قرى وشرشابه. يعني المفروض رئيس الوحده المحليه في قريه شرشابه ده دوره اناره الطرق تمام ورصف الطرق. تمام يا فندم. احنا لما عرضنا مشكله المحليات يعني الحمد لله القاهرة جابت نتيجة، يعني ما شاء الله أحياء المعصرة وحلوان والبساتين ومصر القديمة والخليفة نازلين شغل كويس جدا في الشارع، ورئيس الحي نازل نفسه. المسافة صغيرة جدا على فكرة، يعني مش هتكلم. ما هي كل قرية لها ميزانية، أنا مش عارف الميزانيات بتروح فين. يعني 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 الرئيس والحكومة بتعمله يعني صغار الموظفين للأسف بيدمروه. يا فندم احنا عاوزين نناشد رئيس الوزراء وعاوزين نناشد المحافظ. هو اهم حاجه المحافظ، المحافظ ده ان هو ممثل لرئيس مجلس دكتور الوزراء. فاحنا بنناشد محافظ الغربيه ينزل بنفسه للقرى، يعني ما يقعدش في المكتب.
زي ما رؤساء الأحياء في القاهرة بدأت تنزل للشارع وتشيل الإشغالات وتحل المشاكل بتاع المحليات. شكرا يا أستاذ هشام. العفو، شكرا لحضرتك. شكرا. شكرا لحضرتك. فالخناسة شرق والخناسة غرب مركز المنشأة محافظة سوهاج بيطالبوا السيد محافظ سوهاج بإنشاء وحدة مطافي وإسعاف ومكتب بريد. عندهم 2500 متر تبع الحكومة فاضية، يعني الأرض متوفرة. وطبعا بيحصل فيها ممارسات غير قانونية مش هنقدر نقول عليها، وعشان كده الأهالي بيطالبوا بوحدة إسعاف ووحدة مطافي ومكتب بريد وعاوزين مدرسة. طب في مدرسة؟ اه في مدرسة، بس المشكلة ان كثافة الأولاد بتزيد كل عام، احنا عارفين الزيادة السكانية ولازم يبقى فيه توسع. وانا يمكن عرضت هنا في القناة وفي قنوات أخرى فكرة بناء المدارس، ان تكون مدارس مستقبلية، يعني في مبنى ياخد الأطفال السناد ولمدة 10 سنين وفي مبنى تاني فاضي يتحمل التوسع لمدة 10 سنين، اللي هو التوسع في بناء الفصول عشان تستوعب الزيادة السنوية. فدي بعض الشكاوي، وطبعا في شكاوي كتيرة جدا جات وهنعرضها ان شاء الله تباعا في حلقات قادمة. ان شاء الله بعد الفاصل هنتكلم عن قضية مهمة جدا، وهي قضية المنظمات الوهمية واللي بتبيع الوهم للناس، والشهادات اللي بتباع بألف جنيه عشان تحصل على لقب مستشار. هنخرج فاصل ونرجع لكم مرة تانية. فاصل. قبل ما أبدأ في مشكلة المنظمات، فإحنا عندنا فكرة المشروع، يعني حبيت أقول عنها قبل ما أنسى. البرنامج قبل كده استضاف مخترع من المخترعين وقدمنا هذا المخترع للجهات، وللأسف لم يستجب أحد. وإحنا قلنا إن الاستثمار في العقول أهم من الاستثمار في البطون. فإحنا لما يكون عندنا 10 مخترعين، مخترعين اختراعات واقفة على التصنيع، إيه المأمول من الاختراعات؟ المأمول إنها تخلي الجنيه المصري بأربعين دولار، ده حقيقة، وهتدخل تريليونات من الدولارات لمصر. فأنا الحقيقة تواصلت مع مسؤولين في الدولة، وإن شاء الله في يوم السبت لقاء هنشوف هينتج عن إيه. وهنستضيف كل حلقة إن شاء الله لمدة 5 دقايق مخترع من المخترعين، وهيكون معاه براءة الاختراع. يعني هم الحمد لله صنعوا وعملوا قياس جودة والمشروع ناجح واقف على التصنيع. فإحنا طالبنا السيد الرئيس وبنطالب يعمل، أنا عارف إن هو بيعمل مدينة في العاصمة اسمها مدينة المعرفة. يا ريت مدينة المعرفة نخليها مدينة المخترعين. هندخل المخترعين في هذه المدينة، هيصنعوا الاختراعات التي ليس لها مثيل في العالم، وبالتالي مصر هتبيع الاختراعات، فمش هنحتاج للديون ولا هنحتاج لصندوق النقد الدولي. وانا ان شاء الله مش هسيب هذه القضية الا لما هؤلاء المخترعين يصلوا للسيد الرئيس شخصيا ويقابلهم، وان شاء الله يعمل مدينة للمخترعين هتخلي مصر من مصاف الدول في العالم، ودي حقيقة وليس كذب. وانا معايا كمية المخترعين وعلى اتصال بيهم كل يوم. يبقى اذا موضوع المشروع ده البرنامج ان شاء الله هيتبناه. برضو من المشكلات اللي الناس طالبوني بيها، وهي مشكلة قرية او مشكلة منطقة عزبة خير الله في مصر القديم. المشكلة دي يعني معقدة شوي. احنا لما خطبنا الاستاذ جهان نائب المحافظ، والسيدة استجابت وجابت الناس بتاع مصلحة الضرائب وقالت لهم كلمتين. قالت لهم الرئيس يعني بيدور على كل قرش عشان يدخله الدولة، وبيحافظ على كل قرش عشان الدولة. انتوا ليه سايبين 300 ورشة بقالها 20 سنة شغالة، يعني بتستخدم الشارع في إلقاء الخشب في الشارع، وبعد ذلك بتضيع على الدولة يعني ملايين كتيرة من الأموال. معنا أستاذة أسماء، اتفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازاي حضرتك؟ الله يكرمك. الله يكرمك. لو سمحت يا أستاذ، أنا عندي مشكلة بس حضرتك. طب حضرتك، بس أنا مش عارفة أودي شكوتي لمين. طب حضرتك يعني في التلفزيون واسمعنا من التليفون حضرتك. ماشي كده حلو؟ اتفضلي.
لو سمحت انا عندي مشكله والله العظيم، وقع في مشكله ودخلت في عند حد في في البرامج عند في هذه القناه 100 مره بس ما فيش حد بينجدني. ده ان شاء لو الله سمحت انا هنوصل الشكوى للمسؤولين ان شاء الله. مشكلتي ان انا جوزي كان شغال في شركه، كان شغال سواق نقل، والشركه لقطاع عام، والشركه طلعته بعربيه غير ادميه ايام الثوره ايام الفوضى، وكنت انا على كنت خلاص هولد، فكانش في فلوس في البيت، فقالوا له لازم تطلع، ومضى على الحموله والعربيه غير ادميه، باشت العربيه اتقلبت وهي واقفه بشهاده الناس، وجوزي دلوقتي اتاخد عليه حكم، واحنا ساب الشركه بعدها ونفض ايام الفوضى ايام ده، لقيناهم واخدين علينا حكم ب 85,000 جنيه، وحكم بات ونهائي، عملنا استئناف اترفض، احنا دلوقتي مفيش في حالتنا ان احنا ندفع جنيه. طب انا جوزي هيروح فين؟ انا هروح فين؟ عيالي هيروحوا فين؟ وحجزوا على عزالي دلوقتي، وانا بيتي هيتشرد، عيالي هتتشرد، وانت عارف في البرد ده انا مش عارفه اروح لمين ولا اشتكي لمين، ورحت للاستاذ احمد موسى وقابلت ناس كتير ومفيش حد ساعدني. طب بص اقول لحضرتك، اقول لك الخلاصه، حضرتك سيبي تليفون حضرتك يعني في الكنترول مع الاستاذه، وانا هوصل الشكوى بتاع حضرتك لكذا جهه، وان شاء الله هنحل لك المشكله. شكرا استاذ اسماء. فمشكله خير الله ان في 300 ورشه متهربه ضريبيا. واحد بيقول لي وانت مالك؟ قلت له ازاي وانا مالي؟ ما ده دور الاعلام، دور كل مصري، ان اي جهه متهربه ضريبيا ده حق الدوله، احنا كاعلاميين لازم نطالب بحق الدوله. كمان داخل فيها بلطجه، مجموعة مستولية على الورش، بياخدوا الخشب المكسر وبياخدوا النشارة وبيفرضوا ان محدش يشتغل لهم. ازاي يعني؟ في ناس غلابة بتشتغل معاهم، لا تعالوا اشتغلوا عندنا. طب نشتغل عندكم ازاي؟ هو كده، ويزودوا في الاسعار ويزودوا في الاسعار لحد الناس الفقراء مش قادرة تاخد ورش او تاخد خشب من الورش. وزي ما قلنا الحلقة اللي فاتت لما طلع في البرنامج، وانا كلمت للاسف يعني السيد اللي هو علاء يعني رئيس حي مصر القديمه عده مرات، وقال هنزل حمله من الاشغالات. ايه اللي حصل؟ السيده بتاع الاشغالات ده حصل يعني ما بفترش عليهم، وبلغت اللي هو علاء. السيده بتاع الاشغالات نزلت هي والاثنين، هي نزلت هما الاثنين بلغوا بتاع الورش، قالوا لهم في حمله هتنزل من الاشغالات حد واثنين وثلاثه واربعه خميس. تخيلوا يعني رئيس الحيه نزل حمله عشان الاشغالات بتاع الورش والتهرب الضريبي، الموظفين اللي داخل الحي هم اللي بيبلغوا اصحاب الورش. واصبح دلوقتي الناس ولا عارفه تشتغل ولا الدوله تاخد حقها من 300 ورشه، واحنا شغالين المشروعات عشان اولادنا والمستقبل بالديون. يعني الريس يلف العالم كله عشان يجيب فلوس لمشروعات قومية، واحنا صغار الموظفين عمالة تضيع على الدولة ملايين من التهرب الضريبي. معنا استاذ حسن، اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا لو سمحت يا ريس، عاوزينك تنشد لنا الباشي عشان خاطر القرية، احنا مش عارفين نطلعه من الشتاء اللي نزل دي، والطرق ما اترصفتش عندنا، والبلد مش عارفين نمشي فيها والله. طب حضرتك كل البلد ايه والمحافظة ايه عشان نناشد؟ القصدة الشرقية بتورس. القصدة؟ القصدة الشرقية بتورس، مركز ابو حمص بحيرة. يعني مركز ابو حمص بحيرة. ايوه. يعني القريه ما فيش رصف خالص؟ ما فيش رصف والله، غير شارع واحد، وكنا رصفناها من 10 12 سنه على حسابنا بالجهود الذاتيه بس. طب اما باقي البلد والله ما احنا عارفين نمشي فيه. طب تخيل السيد الرئيس لما كلف المحافظين كلفهم بايه؟ قال لهم انا يعني شفت الاجتماع يعني بنفسي، قال لهم انزلوا القرى وانزلوا في وسط الناس وحلوا مشاكل الناس، وقال انا مش عاوز قريه مش مرصوفه. كل قريه للاسف لها مخصصات للرصف والصرف الصحي والميه. ده تقاعس زي ما قلنا من صغار الموظفين، ودول اللي يعني بيعملوا اعاقه للتنميه. احنا بنقول مصر الحمد لله ماشيه للامام. طيب امبارح السيد الرئيس اجتمع مع رئيس مجلس الوزراء، قال له انا مش عاوز مصنع معطل، اي مصنع متعسر لازم تحل مشكلته ويشتغل. استاذ فتحي اتفضل.
استاذ فتحي. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا انا بشكر قناه صحتي والجمال ومشكرين على حل المشاكل، وانا مش هطول الوقت على حضرتك او في الكلام عشان وقتكم من ذهب. اتفضل. والله الحقيقه في مشكله يعني شائكه شويه، هو بالنسبه انا راجل عن معاش وباخد 1400 جنيه. وبعدين كان تزوجت من زوجه ثانيه، والمهم يعني حصل حمل وولدت، والمهم يعني اشتكتني بعد فترة جالي مبلغ متجمد 400 جنيه، عملت استئناف. لما عملت الاستئناف الاستئناف جاب لي كمان 300 جنيه، بقى 700 جنيه. طب ازاي انا باخد 1400 جنيه وانا راجل لا مؤاخذة مسن وعندي زوجة تانية كانت راجل لما المهم يعني عندي زوجة وعندي اولاد وعندي ولد في الجامعة وولد في الاعدادية وانا معاش 1400 جنيه، ازاي ان القضاء يحكم اكتر من 50%؟ هو مش القضاء يعني. حضرتك مش القضاء، العيب مش القضاء. نعم العيب مش من القضاء حضرتك. اولا التحريات ديت رقم واحد. رقم اتنين، حضرتك بتقدم ورق بالزوجه الثانيه. حضرتك خلي المحامي بيقدم لمحكمه الاسره ورق يا استاذ فتحي بالزوجه الثانيه، فالزوجه الثانيه بتقلل من نفقه للزوجه الاولى، وده شغل تحريات ومحاماة، لأن القاضي بيحكم بالورق اللي قدامه. شكرا أستاذ فتحي. أستاذ عبد الرحمن اتفضل معانا. حاول تكلمنا تاني يا أستاذ عبد الرحمن. يبقى احنا بنتكلم على قلنا مشكلة خير الله. يا ريت الأستاذ جهنم بالجنوب ويا ريت اللي هو علاء ينزل بنفسه شوف الإشغالات والتهرب الضريبي والبلطجة والناس اللي فرد يتواتى على الغلابة، ده دور المحليات. كمان كان في ناس عاوزين يطلعوا معايا بخصوص التابلت. والله التابلت ده أنا يعني بقالي 3 سنين بتكلم فيه، والحمد لله أنا نظرتي اللي نجحت، يعني أنا اللي نجحت مش الوزارة. لما دكاترة الجامعة يقولوا إن امتحان الكيمياء بتاع سنة أولى على الدراسات العليا لكلية العلوم يبقى احنا بنهزر يعني. لما أولى ثانوي يجي لهم كيمياء ولا من الكتاب ولا من بنك المعرفة. طيب الولد هيمتحن في ايه؟ الوزير لحد الان يعني كل يوم يقول لك النتيجة بكرة بعد وبعدين اتظلموا. الأستاذة منى اتفضلي. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايوه السلام عليكم. اكيد انت الأستاذة منى بتاع الفيوم صح؟ ايوه الأستاذة منى بتاع الفيوم بتاع الأوضة ولا ايه؟ لا منى شبرا. منى شبرا. اتفضلي يا أستاذة منى. اتفضلي معاكي. ان شاء الله انا كنت مقدمه على شقه في الاسكان من سنه 2001. اتفضلي معاكي سامعك. مقدمه على شقه في الاسكان من سنه 2001 طبعا مشروع مبارك للشباب. طب دلوقتي انا ما خدتهاش وانا فلوسي عندهم من سنه 2001 يا استاذ. ازاي دلوقتي اعمل ايه؟ ازاي يعني انت مقدمه دفعتي في بنك ولا دفعتي فين؟ بنك الاسكان والتعمير. طب ما حضرتك بتاخد الاوراق وبترجعي البنك الاسكان والتعمير. انا عملت التماس وعملت تظلم يا استاذ. طب حضرتك هتروح البنك المركزي هتقدمي شكوى في المحفظه هناك لمحافظ البنك المركزي، هيبعت لك الشؤون القانونيه، هتقدمي الورق هيبعت للبنك يجيبه ويرجع لك فلوسك. لازم تروح البنك المركزي طالما بنك الاسكان ما رضيش يرجع الفلوس لحد الان، لان بقى لها 19 سنة دلوقتي. شكرا استاذة منى. يبقى احنا بنرجع تاني لموضوع التابلت. انا لما قلت التابلت ولا الكتاب ولا الكتاب والتابلت، الناس قالوا محدش هيسمع لك ولا الوزير هيسمع، ده سياسة الدولة والدولة بريئة من هذه السياسة. ليه بقى؟ لان زي ما انا قلت في موضوع التابلت بالذات، هو الفكرة بسيطة ودي المرة العاشرة عشان الناس بقول اتكلم فيها، ان الولد والمعلم بيستلم التابلت في شهر 9 والاثنين بيدخلوا على منصة بنك المعرفة. طبعا الولد استلم التابلت السنة دي بتاع سنة اولى فين؟ بيستلمه حاليا في اجازة نص السنة. يبقى هو امتحن ولا دخل على بنك معرفة ولا استلم تابلت. الوزير بيقولك الامتحان مش من الكتاب بس من المنهج، يعني دي فزورة طبعا عاوزة تفسير، يعني عاوزة خبراء في التفسير. طيب طالما انت جايب يا سيادة الوزير الامتحان بالبنك المعرفة، طب ما الولد اصلا ما دخلش بنك المعرفة، يبقى مين بيضحك على مين؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، سنة تانية ثانوي اللي دخلت على بنك المعرفة
استاذ رضا معانا؟ اتفضل يا استاذ رضا، كلمنا تاني يا استاذ رضا. فاذا المنظومه بتاع بنك المعرفه مش راضين نعترف انها فاشله. طب هو بقول لك السنه الجايه سنه ثالثه هيبقى الامتحان على بنك المعرفه وتراكمي. طب الولد ولا دخل على بنك المعرفه في اولى ولا في ثانيه، وانت لسه ما شحنتش بنك المعرفه بثالثه، يعني قدامك الفرصه من هنا لشهر 9، ما بداتش حتى تحمل مواد سنه ثالثه اللي هيمتحنها السنه الجايه. والمنصه في كل مدرسه، تخيلوا. يعني انا خطبت السيد رئيس مجلس الوزراء قبل كده، قلت له يا سياده رئيس مجلس الوزراء انزل كل مدرسه ثانويه هتلقى الحجره اللي هي مخصصه لبنك المعرفه مغلقه من العام الماضي، والتكييف شغال مركزي بقاله سنه ما بطلش. استاذ رضا معانا؟ اه اتفضل يا استاذ رضا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. باشا والنبي رياء، يعني احنا ماسوره الغاز معديه من جنب القريه من عندنا. ايه المشكله يا استاذ رضا؟ عايزين جميع البلاد اللي في رحنا يوصلوا غاز، والماسوره معديه من جنب القريه من عندنا، والبلد الوحيده ما وصلهاش غاز. طب حضرتك قدمت طلب لتوصيل الغاز وحد محدش وصل لك؟ والله احنا قدمنا طلب من فتره في المحافظه وبعد كده اتكتنا. يا ريس ما فيش محافظه، ما هو دي نفس المشكله. الناس برضو مش عاوزه تفهم الموضوع. الموضوع كالاتي، انت بتروح شركه الغاز اللي انت تابع ليها، 10 من عندكم بيقدموا، بيروحوا مدخلين للعشرة، تبدا القريه تباع. عن المحافظه ملهاش دعوه، دي شركه مختصه بالغاز ملهاش دعوه بالمحافظه خالص. فحضرتك يا استاذ رضا تروح شركه الغاز. شكرا يا استاذ رضا. يبقى اذا منظومه التابلت فيها عناد. فيها عناد ليه؟ اولا الطلبه بيشتكوا، اولياء الامور بيشتكوا، تعب نفسي للطلبه، الطلبه كرهت ثانوي عام، المنظومه الحجرات مغلقه، وتخيلوا كل حجره متكلفه 35 مليون. 35 مليون وما اتفتحتش من السنه اللي فاتت ما شاء الله، اللي هي حجره الايه؟ بنك المعرفه. والتابلت الولد بيلعب عليه جيم اوفر ولا بيلعب عليه العاب. استاذ بافجي معانا؟ الو رضا تاني؟ الاستاذ رضا اتفضل. استاذ رضا الو. الو استاذ رضا الو، قطع الخط، كلمنا تاني. فاذا احنا قلنا ما نعانيتش، احنا قلنا نجرب المنظومه في محافظه صغيره زي منظومة التأمين الصحي لما جربت في بورسعيد. لو نجحت المنظومة نكمل. ولكن أنا عمال أعمل امتحان بنك معرفة وما فيش بنك، ما فيش طالب دخل على بنك، ما فيش معلم أصلا دخل على بنك. ده المدرسين بيدوا الدروس الخصوصية من كتاب المدرسة اللي هو أساسا ملغي، يعني ما فيش منهج بيجي من كتاب المدرسة أصلا، ما فيش امتحان بيجي من كتاب المدرسة. طب احنا عمالين نهدر مال عام لمين؟ الدولة محتاجة كل جنيه. يعني لازم مجلس الوزراء كده يجيب وزير التربيه والتعليم، يقول له الحجرات مقفوله ليه؟ سؤال بس بسيط، يقول له بس فين بنك المعرفه؟ هات طالب دخل على بنك المعرفه، هات مدرس دخل على بنك المعرفه. عشان ما نطولش في الموضوع ده، انا حقيقي يعني من خلال بحثي واشتراكي المنظمات الغير حكوميه حبيت اتكلم فيها ليه؟ لان دي سبوبه كبيره جدا خارج نطاق الدوله، وايضا الدوله لا تستفيد منها شيء. يعني الفكره جت ببساطه ان في 20 واحد بيقدموا للشؤون الاجتماعيه بيعمل جمعيه تنميه مجتمع. ماشي زي الفل، تنميه مجتمع. ايه اهداف الجمعيه؟ مساعده الفقراء والمساكين والايتام واهل المساجين. تمام. استاذه سناء اتفضلي. ايوه مساء الخير. مساء النور. بقول لحضرتك يا فندم، انا مقدمه على شقه ايجار من سنه 2015 حضرتك، 6/2015 تبع ماشي حضرتك، برقم 18862. تمام. وانا باخد معاش ومريضه، انا واحده عندي 65 سنه وباخد يعني معاش حضرتك على قد بصرف على مرضي يعني وكده، واخده برضو ايجار طبعا، بدفع ايجار شقه ونور وميه وكده، يعني حضرتك مش قادره ان انا ادفع الايجار. مقدمها من سنة 2015 حضرتك برقم 18862، وكل شوية من التاريخ ده عمالة رايحة جاية حضرتك عليهم ويقولوا لي الشهر الجاي، آخر السنة أو السنة. تبع الإسكان ولا تبع إيه؟
في وزارة الإسكان حضرتك في قصر العين. برغم السيد الرئيس يعني قال في 1,000,000 وحدة سكنية وسكنوا الناس وعمال يعمل والله مشروعات حضرتك سكنية. من ساعتها يا فندم وانا تعبانة وعندي الغضروف ومقصر على رجلي وتعبانة وحالتي حالة ورايحة نفس جاية المشكلة عليهم. الناس مقدمة في العبور بقالهم 4 سنين دفعوا المقدمة الأولى ال 14,000 دفعوا المقدمة الثانية. حضرتك أنا مش عارفة يعني أعمل إيه، أنا رايحة جاية وأنا تعبانة أصلا، وبيقولوا لي شهرين ثلاثة أروح، بعد شهرين بعد ثلاثة أول السنة وآخر السنة زي ما بيقولوا، مش لاقية نتيجة. هي في مشكلة في وزارة الإسكان، يعني إحنا بنخاطب السيد وزير الإسكان يشوف ايه المشكله. الناس اللي دفعت مقدمات الشقه ما خدتهاش بقى 4 سنين، والناس اللي دفع ايجار من 2015 5 سنين، يعني الست 65 سنه ربنا يشفيها هتاخد الشقه امتى؟ شكرا يا استاذ. استاذ محمد معانا. يا فندم السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمه الله. كنت عايز استفسر حضرتك الشيخ على رؤيه كده، الله يبارك لك. والله انا مش بتاع رؤيه، احنا اتمنى يعني حضرتك، احنا برنامج سياسي اجتماعي، مش الشيخ بتاع الرؤيه يعني، حضرتك شوفه بعديه بقى ولا قبليه. شكرا شكرا. فلما انا دخلت في موضوع الجمعيات لقيت حاجه جميله قوي، يعني استغلوا الثوره وعلوا حاجه في الجمعيه اسمها حقوق الانسان، واتلغت الجمعيه بقت اسمها الجمعيه المصريه لحقوق الانسان، الجمعيه المتحده لحقوق الانسان. ايه الجمال ده ما شاء الله. الاشتراك بكام؟ ب 150 جنيه وتشتري شهادات تقدير عشان تكرم المعلمين والوزراء والمحافظين، اسمها الشهادة المسيحية ب 15 جنيه، وكل واحد يجيب 3-4 يتعمل له كارنيه يعني له تخفيض، ومراسلين في المحافظات ومنسقين في المحافظات، والباشا معاه كارنيه حقوق انسان. طب انت بتعمل ايه بكارنيه؟ يبص لك كده مش عارف، هو فرحان ان هو في منظمة مصرية لحقوق الانسان، وطبعا هي مش منظمة أصلا، ده هي جزء من جمعية تنمية المجتمع. من المفارقات العجيبة إن واحد محامي يعني عامل منظمة، احنا مش هنذكر أسماء يعني، فلما عمل منظمة ابن عمه ماسك الأمين المساعد. الأستاذ حسين معانا وهنكمل بعد كده. أستاذ حسين اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا أستاذ؟ الله يكرمك الله يخليك. والله أستاذنا أنا من البحيرة من كفر الدوار. شرف لينا. وعندنا القريه اللي انا فيها قريه من الشتاء مش عارفين نتحرك، خضارنا مش عارفين نطلعوه ونبيعوه. ده هي ثالث شكوى دي. وعندنا موظفين وعندنا حضانات، العيال بيطلعوا الحضانه وعيال بيروحوا مدارس. واني بقالي 5 سنين نمضي مضيت من المحافظ محمد سلطان قبل ما اروح اسكندريه، كان محافظ البحيره، وديت الورق لمجلس المدينه في كفر الدوار، طلعوا عينه والسكه عرضها 8 متر، طلعوا عينه السكه وخلاص قاسوا عينه وناموا على كده. تاني مرة برضو كررت نفس الحركة، وجريت ياما جوا مش عارف نروح فين. احنا والله بنخاطب وزير التنمية المحلية عشان هو المسؤول للأسف عن المحليات، يعني بنخاطب ان كل رئيس مجلس مدينة بيقومش بوظيفته يعزله، زي ما عزل كده رئيس حي حلوان وحوله للنيابة الإدارية، يعزل الناس دي اللي هي بتخون الأمانة، لأن الرئيس مكلفهم وهم عيون الرئيس في القرى وفي الأقاليم. يعني رئيس الجمهورية مش هيقعد يلف يا جماعة على القرى والأقاليم، يعني هيعمل ايه؟ راجل بيقوم بمشروعات قومية ومعاهدات دولية ومشاكل وجوار وقضية فلسطين وقضايا كتيرة متشعبة. فياريت كل مواطن شريف كده يبلغ الرقابة الإدارية، والله بجد يبلغ الرقابة الإدارية في الأموال اللي بتصرف للقرى والأحياء عشان رصف الطرق وبتختفي. أستاذ محمد تفضل معنا. شكرا، كلمنا تاني. فأنا بسرعة كده عشان أفهمكم المنظمات، يعني فالمنظمة دي لما بتاخد 150 وبيعمل منسقين في المحافظات وكل واحد فرحان إنه معاه كارنيه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مثلا، وطب إيه وظيفتها؟ مفيش. وبيشتري شهادة التقدير ب 15 جنيه ويا ريت مكتوب عليها اسمه، هو ده مكتوب عليها اسم رئيس المنظمة برضه. فبصينا كده حصر لقينا الراجل بتاع المنظمة ده اللي هي الهلامية الفنكوش دي بيعمل له متوسط 15 مليون جنيه، تخيلوا. طيب هو نجح في النصب ده ازاي؟ بيستغل اي حملة انتخابية، حملة لدعم الرئيس، ويروح يقول لك ايه معك، حملة معك لدعم رئيس الجمهورية. طبعا الناس بتتشجع وتدخل وتدفع 150 وهنعمل وهنعمل. طب الحملة بكام؟ ب 30 جنيه الكارنيه.
طيب جريدة، عامل جريدة تحت السلم، أخبار مصر بكام؟ ب 30 جنيه. سبوبة، ابن عمه اللي ماسك يعني مساعد الحملة نسي ورق الترخيص في المنظمة اللي هي واخدة شقة أوضتين وصالة، فراح يجيب الورق لقي ابن عمه اللي هو رئيس المنظمة، ده حقيقي والله أنا ما بكذب عليكم، يعني عامل اجتماع جمعية عمومية من وراه، وفوجئ إن اسمه أصلا اللي هو نائب المنظمة مش في الجمعية العمومية، تخيلوا. وابن عمه بيعمل الجمعية ديت دايركتور، يبقى هو الرئيس وما يعرفش إلا المجموعة اللي هو بيجتمع بيها، ومظبط أموره مع موظفة ما في التضامن الاجتماعي. طبعا ابن عمه طبعا صار عليه وخانقوا في بعض. طيب ابن عمه راضي بهذا؟ راضي. عمل ايه بقى؟ ساب المنظمة وراح المنظمة الفلانية لحقوق الإنسان. يعني اذا سلسلة حرام شغالة. طيب احنا بقى فين دور الدولة؟ مفروض المنظمات الحقوقية بالذات واخدة ترخيص وفي تجديد من الدولة عليها. ليه؟ لانها سبوبة، بيستغلوا الناس اللي هي بيسمعوا عن منظمات حقوق الانسان وعاوز يبقى عضو منظمة حقوق الانسان، وبيروح داخل يدفع يعني 150 جنيه في السنة، وما شاء الله السبوبة شغالة دلوقتي يعني، ومعايا العناوين لو جات الرقابية عاوزة والاسماء. وايه اللي بيحصل؟ ان دي جمعية تنمية مجتمع على فيها سقف حقوق الانسان وخفض بقية الايه السقوف اللي هي مساعدة الفقراء. واحد اخر استغل الدولة والله بجد بتحارب الارهاب وعمل المركز مش عارف ايه لمحاربة الإرهاب، وهو محامي فاشل وخد لقب مستشار بألف جنيه اللي بنتكلم عنه، انك انت معاك دبلوم دلوقتي في اماكن بتقولك تعليم عن بعد، يعني خد الكتب والكارنيه انتك مستشار اهو وذاكر براحتك بعد كده، يعني انت مش تروح تاخد الدارة دلوقتي، لا ده بيجيبوا لك الكارنيه لحد البيت بألف جنيه وانت واخد دبلوم وتلت يعني معاك دبلوم وبألف جنيه بتبقى سيادة المستشار كذا. ده حقيقة. طب حد بص للشهادة الأصلية؟ لا. حد بص للبطاقة ان ده حصل على دبلوم؟ والله ما حد بيبص، مجرد يقولك ايه سيادة المستشار. يا عم انت مستشار في ايه؟ انا اعرف ان المستشار بيبقى محامي في النقض بيقعد 12 سنة او 13 سنة عشان ياخد لقب مستشار، ولكن واحد يستغل ان الدولة بتحارب الارهاب وتخيلوا يعمل مركز عالمي لمحاربة الإرهاب، برضو الكارنيه 150 جنيه والشهادة ب 15 جنيه ودخل له ملايين. ولما بسأل دكتورة معاه بتقول لي أنا عارفة إن هو بياخد من الخارج تبرعات، والدولة منع أصلا إن أي حد ياخد تبرعات أجنبية عشان ده ضد أمن الدولة، والحمد لله واستغل برضو الحملات، وهو برضو محامي وما كملش 12 سنة في النقض أصلا وكاتب المستشار فلان. كل اللي انا بتكلم عليه ده واقع، واقع اليم، ان احنا دلوقتي بقت عندنا مافيا اسمها مافيا الشهادات الوهمية ومنظمات فنكوش بتضحك على البسطاء، واللي يمشي من عندهم ما بيقولوش انت مشيت ليه، لان عندهم سمسرة بيقبلهم زبائن جداد يدفع 150 وياخد الشهادات، ويدفع 150 وياخد الشهادات. انا حبيت بس افهم الناس البسطاء، يا جماعة مفيش الا منظمة واحدة لحقوق الانسان هي منظمة اللي اعتمدتها الدولة، المنظمة المصرية لحقوق الانسان. اي منظمة بتقول لك انا حقوق الانسان دي بتبقى جمعية تنمية مجتمع، جمعية تنمية مجتمع وحلت سقف منظمة حقوق الانسان عشان سبوبة. الناس اللي معها دبلوم وبتاخد لقب مستشار اتحدى انه يغير البطاقة مستشار، ما بيرضاش يدوله تغيير بطاقة ابدا. ليه؟ لان ديت كيانات وهمية بتبيع شهادات غير مرخصة ويديك كارنيه وسيادتك تكتب المستشار فلان، لحد ما البلد كلها ما شاء الله بقت يعني مستشارين. احنا حقيقي يعني سعداء يعني بكمية الاتصالات اللي جات لنا، واحنا يعني بنخاطب شوية بس المحليات، لان المحليات بجد هي الركيزة الاساسية للدولة. وانا دايما بقول مصر عشان تنهض لازم نبدأ من تحت من القاعدة، القاعدة اللي هي المحليات. لو قضينا على كمية الفساد اللي في المحليات وكل موظف راعى ضميره طبعا مصر هتبقى في احسن صورة. وبالنسبة للمخترعين المشروع زي ما قلنا البرنامج هيقدم كل حلقة مخترع من المخترعين
هيقدم اختراعه في البرنامج. أعزائي المشاهدين يعني احنا سعداء، وأي حد عنده شكوى بيتعامل معايا على صفحة الإعلامي فهم السرحان، يعني كل الشكاوى بتجيلي على صفحة الإعلامي فهم السرحان، سواء على الفيسبوك أو سواء على الماسنجر أو على الواتس. برضو الإعلانات اللي عاوز يعلن في البرنامج برضو يخاطبني على صفحة الإعلامي فهم السرحان. أنا سعيد بحضراتكم وشكرا على الثقة الغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.